ترددات إسقاط الجنسية عن المرجع الشيعي في البحرين الشيخ عيسى قاسم تتوسع. سليماني يحذر أن هذا الفعل سيشعل المنطقة، والحرس الثوري يعلن أن الموضوع سيؤدي إلى ثورة إسلامية في البحرين. ليل البحرين أضاءته نيران المواجهات بين الشرطة والمواطنين الشيعة المحتجين على قرار المنامة سحب الجنسية عن المرجع الشيعي الأبرز في البحرين الشيخ عيسى قاسم، قرار وصفته الأمم المتحدة بغير المبرر. هذه المواجهات سبقتها مسيرات احتجاج عمت عددا من البلدات لا سيما الدراز التي يتحدر منها الشيخ قاسم. وأمام منزل قاسم يستمر تجمع مؤيديه منذ اللحظات الأولى على صدور قرار السلطات بتجريده من الجنسية البحرينية بتهمة التشجيع على الطائفية والعنف. ويعتبر قاسم مرشدا لثورة البحرين التي ظهرت عام 2011 وقمعتها سلطات المملكة، وهي كانت تطالب بإقامة ملكية دستورية بديلا عن حكم أسرة آل خليفة السنية. والمعلوم أن سكان البحرين الذين يقدر عددهم بنحو 1,400,000 نسمة غالبيتهم من الطائفة الشيعية التي تشكل نحو 60% من إجمالي عدد السكان مقابل نحو 40% من السنة، وتتركز المناطق الشيعية في شمال المملكة حيث يتداخل أيضا في بعض هذه المناطق تواجد السنة والشيعة. مملكة البحرين المتأرجحة في مياه الخليج بين السعودية وإيران حيث يحضر طيفهما في الكثير من شؤونها، لم تقف تداعيات تطوراتها داخل أراضي المملكة التي لا تتجاوز مساحتها 765 كيلومتر مربع. فعلى نار التوتر المتصاعد هددت إيران بلسان قائدها العسكري قاسم سليماني بأن التعرض للشيخ قاسم هو خط أحمر وتخطيه سيشكل بداية لانتفاضة دامية تشعل البحرين وأنحاء المنطقة كافة. اشتعال المنطقة لم يكن يحتاج إلى فتيل جديد، لكن شرارة البحرين تبدو مقبلة على استخدام في الكباش المتمادي بين محوري إيران والسعودية.